زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ونبدأ نستقبل ضيوفنا بالتليفون. معنا أول مكالمة مع هيثم الهيش، رئيس لجنة أحباء النادي الرياضي بنزرتي. هيثم أهلا بك. أهلا بك خويا سلام، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين راديو تسريت. مرحبا بك هيثم. دونك شفنا بلاغ البارح في الليل، ظهر لي هبطوا مجموعة أحباء للسي بي. لو كانت تعطينا أنتم البنيتور، ظهر لي حتى الهيئة المديرة، لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل، وحتى فما تهديد حتى بالتصعيد في السي بي. والله يا خويا مجموعات النادي الرياضي بنزرتي خصوصا معناها هما خويا اللي بادروا بالليفينمون هذا اللي غدا باش يكون فما تربي فما وقفه احتجاجيه وفما مسيره على الوضع المتردي معناها اللي وصلته الجمعيه جراء المسؤولين اشباه المسؤولين ما خاطر نجيو نشوفوا مسؤولين. احنا خويا كهيئه مديره معناها وكهيئه تحدي خصوصا معناها ما نجم نكونوا كان مساندين خويا للمحبين تاعنا، والليفينمون معناها باش يكون سلمي هذا معناها والقيادات تاع المجموعات باش يكونوا يقفوا عليه، واحنا خويا باش نكونوا معاهم مساندينهم في الصفوف الاماميه خويا باش يوصلوا صوتهم. شنو اهم المطالب نتاعكم؟ اهم المطالب خويا وديجا هم هبطوا معناها في البيان على الصفحات الرسميه تاع المجموعات، فهمتني؟ هذا اهم اول بند اللي هو خويا البلديه، بلديه بنزرت خويا ماهيش قائمه بالواجب مع نادي الرياضي البنزرتي. هاو اليوم صاروا ديسيزيون هيثم، ما اشفاوش الغليل نتاعكم؟ فم 200 مليون باش تاخذهم السي بي بوضع ال خويا اسلام، فما برشا تعسف من طرف المؤسسات العموميه في بنزرت على نادي الرياضي البنزرتي، فهمتني؟ احنا طالبين اول حاجه بمنحه، لازمنا ناخذوا منحه من البلديه كيما اي جمعيه في قيمه النادي الرياضي البنزرتي اللي هو فاتح افريقيا على غرار معناها الجمعيات كيما مثلا ناخذوا اخواننا، وبالمناسبه نوجه لهم تحيه معناها الاتحاد المنستيري، بلديه المستير تعطي 500 مليون. احنا خويا طالبين المستويات، احنا حقنا، احنا خويا نحبوا حقنا. نادي الرياضي بنزرتي جمعيه كبيره وجمهورها جمهور من اكبر الجماهير في تونس، خويا نحبوا المساويات، نحبوا يعطونا حقنا لا اكثر ولا اقل. راني مش تاع 100 مليون ولا تاع 100 مليون. ديسيزيون تاع اليوم معناها ما احنا راكم ولايه القروان اللي هي معناها ولايه خويا ضعيفه برشا برشا برشا، ومعناها ربي معهم ان شاء الله، ربي معهم وربي يعاونهم. تعطي في 170 الف دينار البلديه معناها لشباب القيروان، وهذا شويه عليهم معناها. تجي انت تسمع معناها بلديه بنزرت تعطي في 100 الف دينار معناها شيء يأسف والله. المطلب الثاني خويا اللي هو شركه سير جرزونه، سير اللي هي تعمل في من اكبر شيفر دافير في الجمهوريه التونسيه، تعطي خويا في تفتف للنادي الرياضي البنزرتي كيما خويا المجمع الكيميائي يعطي للجابس، كيما خويا شركه الفوسفات تعطي للقبطه، كيما السير لازم يعطي بنزرت. هذايا في اطار المساواه والعداله خويا، العداله الماديه للجماهير الرياضيه خويا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك هيثم الهيش في من رئيس لجنه احباء السي بي. ان شاء الله بالتوفيق للسي بي، بالتوفيق ايضا لاحباء السي بي في المطالب نتاعهم هذه. فدوا تركي في الاخبار.